السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مستر جلوبال. 21 يوليو سنة 1951 اتولد واحد من أهم وأشهر الشخصيات في القرن 21، حرفيا مثل أفلام عمرها ما تتنسي زي ميسيس دوبت فاير وجومانجي. يعتبر هو من أحسن الناس في تمثيل الكوميديا، وهو العظيم روبن ويليامز. بس للأسف سمعنا خبر انتحاره في 11 أغسطس 2014 بعد عمر 63 سنة. مرض الاكتئاب اتعرف في الألفية، وأوقات كانوا بيشخصوا على أنه مرض له علاقة بالجن أو بالسحر، لأنهم ببساطة ما كانوش عارفين المسبب لهذا المرض، فبالتالي ما كانش هيعرفوا العلاج. أعراض الاكتئاب بتتلخص في فقدان الطاقة وتغيير الشهية والقلق واضطراب في النوم. بس ده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، واللي هو ليه الاكتئاب ما كانش معروف على أيام أجدادنا؟ إجابة السؤال ده إن هو في علاقة طردية ما بين التقدم المادي والأمراض النفسية. يعني الإنسان كل ما بيتقدم ماديا من حيث مشاغله وظروفه واهتماماته، كل ما أمراضه النفسية تزداد، زي مثلا الاكتئاب. خلينا بقى ندخل ونتكلم على الاكتئاب بس من الناحية العلمية. في منطقة في المخ اسمها الهيبوكامبس، دي قريبة من مركز المخ وكمان مسؤولة عن تخزين الذكريات وإفراز هرمون اسمه الكورتيزول. بس للأسف هرمون الكورتيزول ده بيتفرز في أوقات معينة زي التوتر والقلق، زي مثلا في امتحان انت داخله قلقان منه أو خايف منه أو انترفيو، وأكيد احنا كلنا في الانترفيو بنخاف يعني طبيعي. المشكلة بقى ان لو كمية الكورتيزول دي زادت في الجسم لفترة كبيرة، ده بيمنع المخ من انتاج خلايا عصبية جديدة، والخلايا القديمة عددها بيقل، فالهايبوكامبس بتصغر كل ما زادت درجة الاكتئاب. فزيادة نسبة الكورتيزول برضو هتزود من حجم منطقة في المخ اسمها الاميجدلا. الاميجدلا دي بتنبهنا بأي خطر بيدور حوالينا، وبتخلينا نتصرف صح في جزء من 1000 في الثانية. بس لما حجمها بيزداد زيادة عن اللازم، فبالتالي هيأثر في تصرفاتنا وانفعالاتنا ومعدل نومنا، ولو الموضوع اتطور بعد كده بيؤدي للانتحار. في ناس فاكرة ان الاكتئاب عبارة عن حالة نفسية بسيطة بتخليك في مود كئيب او مود حزين لفترة معينة وخلاص. ده الكلام ده بعيد كل البعد عن الحقيقي. الاكتئاب من الامراض المعقدة جدا، مريض الاكتئاب بتبقى فيه محكمة في الجمجمة عنده، بيبقى هو القاضي والمحامي. فلو لاحظت حد ظهر عليه اعراض الاكتئاب حاول تقف جنبه وتساعده، على الاقل هتنقذ واحد كان هينتحر في الاخر.